أكد عدد من المواطنين من مختلف المحافظات للتلفزيون المصري أن ما تشهده شبه جزيرة سيناء يعتبر تعميرا ويعد أمرا غير مسبوق. نشكر رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الكبير بالنسبة من مدارة حياة كريمة وبالنسبة للمبنى التكنولوجيا ومبنى خدمة المواطنين. المبنى ده بالنسبة لنا احنا روح كبيرة وبيخدمنا، عشان احنا كان زمان وكان من فترة كبيرة خالص بنروح لأنطرة 40 كيلو 50 كيلو 100 كيلو تمام عشان نعمل بطاقة وسجل مدني أو شرع عقاري أو أو أو. فالمبنى ده وفر علينا كتير، وبنشكر سيادة عبد الفتاح السيسي على المجهود الباذل اللي عمله لينا، ومبنى زراعة عملينا وصرف وكهرباء وطرق جديدة. فبنشكر سيادة الرئيس على هذا المجهود الكبير اللي عملينا، والف شكر سيادة الرئيس. احنا بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة اللي هي احيت اهل شمال سيناء ووسط سيناء من حياة ما كانش عايشين بالحياة. النهاردة أصبح عندهم كل حاجة متواردة. عندنا ما كانش عندنا نت، كان عندناش عندنا صرف صحي، ما كانش عندنا كهرباء، ما كانش عندنا أسفلت. النهاردة نفق تحيا مصر، حيا شريان الحياة في سيناء، خلى التنمية جت لأبناء سيناء وأبناء شرق البحيرات. اللهم صل على النبي. المدارس، المستشفيات، حاجة تبارك الخلاق. لا، في شغل الحمد لله مع سيادة الرئيس، واحنا بندعمه كأبناء شرق البحيرات. في الحقيقة ما كناش نحلم بالمشروعات اللي شفناها في سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولها مشروع قناة السويس الجديدة، المشروع اللي يمكن حقق إيرادات في يوم افتتاحه، على بعد أمتار قليلة منه مدينة الإسماعيلية الجديدة فيها 57 ألف وحدة سكنية هتسلم إن شاء الله، كل المصريين منتظرين وأبناء الإسماعيلية منتظرين إن شاء الله التسليم فيها قريبا. عندنا مشروع الأنفاق اللي بيعبر من شرق من غرب إلى شرق قناة السويس في سيناء، كل ده عمل حركة عمرانية ضخمة جدا في سيناء. في الحقيقة مئات الآلاف من البشر يوميا بيروحوا ويجوا سيناء، الزراعات المختلفة في سيناء. النهاردة عندنا المانجا، عندنا القطن، عندنا القمح في سيناء، حاجات في الحقيقة لولا الدعم الكبير اللي شفناه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كناش شفنا هذه المشروعات الرائعة في قلب رمال سيناء. حياة كريمة حلوة، والرئيس شكر الليس عمل لنا كل حاجة، والمدرسة كان مش نافعة بس هو زبطها لينا، كل حاجة حتى المي وصرف الصحي زبطها لينا، شكرا للرئيس. طبعا بنتكلم على أهل سيناء وبنشكرهم جدا على انهم يعني وقفوا جنب الجيش والشرطه وفي اخراج الارهاب من سيناء ومساعدتهم ومساندتهم، وكل ده دعم للبلد بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحيا مصر.